لم تمنعه إصابته بشلل رباعي عن تحديه للأصحاء. ولاء حافظ الضابط البحري السابق وصاحب أحد الأرقام القياسية لأطول غطسة تحت الماء في موسوعة جينيس أتم استعداداته لمحاولة تحقيق رقم جديد لغطسة تمتد إلى 150 ساعة أملا في تحطيم آخر رقم سجله غواص تركي 142 ساعة و42 دقيقة. بس بتلفش الأول أنا ما قادر أعمل حاجة أنا بالشكل ده، وزي الثانية ان لا ما فيش مستحيل، يعني لازم تشتغل على نفسك وتصبر وتؤمن بربنا دايما ان مع العسر يسرا. جاي من هنا تيم متطوعين كم اول مره اختصوا معانا النهارده، كنا بنجرب حمام السباحه الشغل هتبقى تم ازاي بينا والاشارات زينا بين بعض تحت الميه، وفعلا نجحت العمليه في حمام السباحه وده راح نطبقه ان شاء الله في الميه. وخلف ولاء فريق عمل من الأطباء والغطاسين الذين سيرافقونه تحت الماء بالتناوب للاطمئنان على حالته الصحية وتقديم الرعاية اللازمة له. اتدربنا على فنيات الطعام تحت المية، هيبقى فيه حاجات صغيرة زي الكونتينر، هو اتدرب اوريدي على أسلوب التعامل معها انه هياخدها ببقه وهياكل وهيشرب. طبعا الاكل كله والشرب هيبقى سوائل لان الموضوع تحت ان هو يمضغ حاجات معينه زي حاجات بتدي سعرات حراريه زي شوكولاته زي سكريات وحاجات سهله المضغ بالنسبه له علشان فتره ان هو بيمضغ بعدم وجود الهواء، دي برضو لازم يتدرب عليها فتره طويله. ورغم صعوبه المهمه فان ولاء لديه اصرار وعزيمه على التحدي وتحقيق الحلم. هي رسالة يحاول من خلالها ولاء حافظ أن يثبت لنفسه أنه لا يزال قادرا على التحدي، وأن الإعاقة يمكن أن تتحول إلى خطوة في طريق تحقيق مزيد من النجاحات. من مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، أحمد مصطفى، قناة الغد.